هذا هو. بس اليوم بأحمد ما تخاف من اليوم تهميشك، مو تهميش يعني، انت اليوم قبل شوي همش دار المحافظين، ما تخاف ان هذا يعني تنحسب عليك هم اللي يزعلون عليك، وانت اليوم راعي قلم يعني الاعلام قبل له تاثير كبير يعني، يغير بالشارع ويغير بالقرارات ولا صوته ان شاء الله يغير قوانين. اليوم ما عاد الاعلام كذي، القلم اليوم ما يغير والله. لا لا لا, لا ما يغير لا 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 أحمد فما يغير لا 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 انسوا ما دام قبلها يعني الصحافه مو سلاح، مو السلطه، مو السلطه الرابعه. هذه انا حقول لكم على شغله يعني بعيده عن اسئلتكم هذه. ايه؟ هذه مسيره حكومات متعاقبه من 76 الى قايه 2000 وشويه يلا قدرت تنجح. تهميش الفكر في الكويت، الصحافة هذا مدروس قوتها طبعا. حاولوا في 76، أعطيكم شيء أمثلة شيء سريع شيء بدون لا نأخذ تفاصيل. بال 76 حطوا مادة 35 مكرر، أنا سمعتوا عنها ولا لا، والإغلاق الإداري. في 86 الرقابة المسبقة، هذا مالت الصحف. بعد التحرير يا أبو جرائد الحكومة ويا جريدتين كان سمعتوا عنهم، فجر الجديد والكويت الكويتية. كل هذه محاولات. في 86 أيضا أكبر صحفيين كانوا موجودين غير كويتيين تم تسفيرهم، أكبر حملة تسفيرات صارت الصحافة. أي بالصحافة. أي في بعد ذلك منعوا الاشتراكات الوزارات وهذا تخفيف، يقول لك تخفيف ميزانيات. وقت تخفيف الميزانيات هي اكبر سرقات صارت في ميزانيات الكويت في جميع المؤسسات اللي يخففون من صوب ويزيدون صوب. زين تجي الاعلانات وقفوها الا ما ندر مش عارف. كل يعني كل هذه امور يعني كانت يحاولوا يشتغلون الى ان طلعت الوسائل الاجتماعيه. طبعا المسرح ذبحوه. المسرح كان عندنا احنا ترى المسرح يخرع، كان يخرع صح. اي سياسي جدا عادي يعني الواحد سياسي هو يعني هو زوجته يعني يوم مسرح عبد الحسين نازل ولا سعد ولا المسرحيات السياسيه بعد كانت تتهز. المسرحيات السياسيه يعني اللي كانت قبل موجوده هذا كان الواحد يروح المسرح يعني يوم يعني مثل يوم تقضي انت ويا زوجتك رايحين تعشون تروح المسرح.